قام المدافع أندريس بتسجيل هدفاً في مرماه بدون قصد في كأس العالم، لم يكن يعلم المسكين أنه سوف يدفع الثمن غالياً جداً. في كأس العالم 1994 سجل أندريس إسكوبار هدفاً في مرماه، لاحقاً سوف يدفع الثمن غالياً. كان أندريس يبلغ من العمر 27 عاماً عندما لعب مع كولومبيا في كأس العالم عام 1994. كان يلعب في مركز الدفاع طوال حياته المهنية. لعب لنادي أتلتيكو ناشيونال قبل أن يشارك في المنتخب لأول مرة عام 1988. كان يتمتع بسمعة طيبة كونه محترماً ولطيفاً، وحتى أنه حصل على لقب الرجل المحترم لأسلوب لعبة النظيف ومهارته. يتميز بسلوك هادئ ومتماسك على أرض الملعب. في عام 1994 استضافت الولايات المتحدة كأس العالم. كانت كولومبيا في المجموعة ألف مع الولايات المتحدة، رومانيا وسويسرا. في ذلك الوقت انتشرت شائعة أن المنتخب الكولومبي قد أصبح متورطاً مع عصابات المخدرات والمراهنات، والذين بدورهم استخدموا تهديدات بالقتل للتأثير على عملية اختيار الفريق. في مباراتهم الأولى لعبت كولومبيا مع رومانيا وتعرضوا لخسارة مفاجئة بهدف مقابل 3، وفي 22 يونيو واجهت كولومبيا الولايات المتحدة. بالرغم من أنها كانت المرشحة القوية للفوز، إلا أن المنتخب الأمريكي قاوم بشدة في النصف الساعة الأولى. في الدقيقة 35 أرسل اللاعب الأمريكي جون هاركس كرة عرضية داخل منطقة الجزاء الكولومبي، حاول أندريس اعتراضها لكنه بغير قصد حولها لمرماه، مما منح أمريكا التقدم بهدف. في نهاية المباراة انتصر المنتخب الأمريكي بهدفين مقابل واحد بعد خسارة أول مباراتين، ليتأهل المنتخب الكولومبي للدور الثاني، تعين عليه الفوز ضد المنتخب السويسري وأن تخسر رومانيا ضد الأمريكيين. تمكنت كولومبيا من التغلب على سويسرا بهدفين مقابل لا شيء. في المقابل تمكنت رومانيا من هزيمة المنتخب الأمريكي، وبهذه النتيجة سيعود المنتخب الكولومبي خائباً لدياره ويغادر البطولة. في مقابلة مع أندريس ظل محتفظاً بنظرة إيجابية رغم خروج فريقه وقال: لقد كانت تجربة مذهلة ونادرة للغاية، سنرى بعضنا البعض مرة أخرى قريباً، لأن الحياة لا تنتهي هنا. بشكل مأساوي كلماته كانت غير صحيحة. بعد 5 أيام فقط من لقاء كولومبيا بسويسرا في الأول من يوليو، كان أندريس يحظى بوقت ممتع مع أصدقائه في مدينة ميديلين. بالرغم من تحذيرات عائلته له وبعض الأصدقاء البقاء بعيداً عن الأنظار في إعقاب هدفه في منتخبه خوفاً من أن يثير غضب المواطنين، لكن أندريس لم يرتدع ورفض أن يختبئ خجلاً مما فعله. في حلول الليل كان أندريس وأصدقاؤه في أحد الملاهي الليلية، وفي تمام الساعة 3 صباحاً انفصل الأصدقاء عن بعضهم، وكان أندريس بمفرده في سيارته في موقف السيارات خارج النادي. اقترب منه 3 رجال بدأوا في الجدال مع أندريس، ثم أطلقوا علية النار. أصابوه ب6 طلقات، ردد القاتل هدف مع كل طلقة، يسخر من أندريس وهو يقتله. بعدها فر 3 رجال في شاحنة صغيرة، ووصل أندريس للمستشفى، لكنه توفي بعد أقل من ساعة متأثراً بجروحه. لاحقاً تمكنت الشرطة من القبض على أمبرتو كاسترو مونيوز واتهمته بالقتل. كان مونيوز يعمل لصالح عصابة الأخوين جالون لتهريب المخدرات. اتضح لاحقاً أن هذه العصابة راهنت بمبالغ عالية على منتخب كولومبيا، وبعدما فعله أندريس وتسبب في خروج المنتخب تم الإجهاز عليه. تم الحكم على مونيوز في يونيو عام 1995 بالسجن لمدة 43 عاماً. تم إطلاق سراحه عام 2005 لحسن سلوكه. ترك أندريس خلفه خطيبته الذي كان من المقرر أن يتزوجها خلال الأشهر القليلة القادمة، ولا زال العديد من المشجعين الكولومبيين يشيرون إليه بالرجل المحترم إلى يومنا هذا.